anybody, everybody can do it. وغادي يديرها أفضل بكثير. يعني هذا بالنسبة لي. أي واحد عنده المخ قادر أنه يقوم بالأشياء اللي كنقوم بها. يقدر المستوى دياله في الأول يبان بطيء شيئا ما، لكن غادي يتحسن ويقدر يكون أفضل مني بكثير، لأن هي مسألة الاستمرارية في التدريب ويعني هذه مسألة بحال العضلة، كل ما ترينيتي أكثر كل ما كانت قوية وأفضل. فأنا أقول لجميع الشباب كلكم مذهلون لو تعرفون كم هي قدراتكم اللامحدودة للمخ البشري، فأنتم مذهلون فعلا، ولكن معظمنا لا يعرف. فإن لم تدرك فتلك مشكلة. في البريمير اني يعني في الأولى جامعي كنت أعاني بشكل كبير في تعلم اللغات، يعني أنسى المعجم، أنسى كل شيء. فقررت أن أدرب ذاكرتي، وبعد دخلت أقرأ حول الذاكرة كيف تشتغل وكيف، وتعلمت ودرست وتتلمذت على أيدي يعني أساتذة كبار في مجال النوروساينس، يعني علم الأعصاب والذاكرة، أنه نعطيهم العصارة ديال الخبرة ديالي اللي مريت منها، وما يعاودوش نفس الأشياء اللي كررتها وغلطت فيها مثلا في التدريب. نعطيهم عصارة يستعملوها البلو برانت ويخدموا بها يعني عمليا في حياتهم الاجتماعية والشخصية والعملية، يكونوا أكثر إنتاجية في العمل. حين بدأت كنت أعاني في الحفظ، يعني أنسى كل شيء، يعني كنت متميز في الرياضيات في الفيزياء. لكن واحد أي شخص كما بغى يكون 10 دقائق 5 دقائق في اليوم كافية أنه يدرب ذاكرته. بالنسبة للتدريب ديالي كيفاش كان ندرب وشحال من ساعة كان ندرب، هي مسألة لما يكون عندك واحد الحافز، واحد الهدف كبير جدا قادر أنك تضحي من أجله، الوقت لا يساوي شيء. فاش كدير واحد الباشن، كدير الشغف ديالك، الوقت لا يساوي دغيا كيدوز. دونك أنا بالنسبة لي كنت كنتريني حوالي 5 ساعات 6 ساعات، لأنني يعني كان عندي ذاك الحلم نصل أرقام قياسية يعني كبيرة. مجال يسمى بالقراءة السريعة وبالذاكرة، نهتم بكل ما يمكن أن يحفظ، يعني مثلا أرقام، صور، أسماء الوجوه، مواد مسموعة، يعني أي شيء ممكن أن يحفظ في البطولات نقوم بحفظه. يعني ليس شيء أنه ماشي شي حاجة كتخص غير بي أنا، ولكن أي واحد ممكن يديرها، لكن ما عارفش كيفاش يديرها وما عارفش كيفاش يدرب ذاكرته يولي يديرها. فالمسألة هي مسألة تدريب، ليس إلا إلا عرفتي استراتيجية صحيحة وعندك الإيمان وقوي بأنك ممكن تديرها، فما كيبقى غير أنك تقوم بالعمل وتأخذ الفعل الهائل الذكي، وأنك تيك أكشن وغادي تحقق نفس النتائج وأحسن بكثير من اللي حققت. يعني هي مسألة تدريب.